هذا في كتاب وقعت اكزامبل 9-13. اوكي نطلع على هذا السيستم. هلا السيستم هذا هون معطيني ترانسفير فانكشن، على فكره هو معطيني ترانسفير فانكشن بين يو واكس، بس معطيني جزء من، يعني مركز بس على الايكويشن، على السيت ايكويشن اللي هي اكس دوت تساوي ax plus b. والترانسفير فانكشن بالحاله هاي x of s، انا هم ماخذ بس x of s و u of s، بتساوي x s plus 2.5 على s plus 2.5 s minus 1. اوكي واضح انه اللي عملناه هون، طبعا هذا السيستم حتى كمان انستابل، بس احنا هون محاولين نلغي بول بزيرو، فالزيرو اللي موجود هون لغى البول اللي موجود هون. اللي راح اعمله الان راح نحول هذا، نطلع واضح انه في عندي زيرو بول كانسليشن، احنا شايفينه، بدنا نفرجي لو احنا حولنا هذا السيستم وطلعنا A و B منه، وبقدر اطلع منه A B، بعرفش اشي عن C مزبوط، ولا بهمني اعرف اشي عن C من هون، انا بس مركز اطلع الايكويشن تبعت المنطقه هاي اللي موجوده هون، عندي X of S و U of S، ما فيش عندي Y of X وما طلعتش انا على Y of S، احنا مركزين بس على هذا الجزء منه. هلا طلعوا مزبوط لان المعادلات شوي مختلفه عن اللي اشتغلناه قبل هيك. هلا اذا ضربت هاد في هاد وحولت هذا ل x of t، x of t اول شيء بايش بنضرب؟ ب s square، مش هيك؟ s square شو بتتحول؟ double differentiation زائد عندي 2.5 s وماينس s بتعطيني، يعني هاي بتصير s square plus 1.5 s minus 2.5، مضبوط؟ لو ضربنا هاي في x of s وعملنا inverse Laplace transform بصير عندي 1.5 x dot of t، مضبوط؟ بعدين عندي minus 2.5 x of t من هون، هاي تساوي الان نفس الشيء نضرب هون u dot of t زائد 2.5 u of t. اوكي في هون شوي اختلاف عن الطرق اللي كنا نستعملها بالاول، لانه في عندي هون s، فهلا حتى نعمل هاي راح اعمل عندنا مشكله انه في عندي هون u dot، ما بقدرش احطها بشكل المعادلات التقليديه اللي كنا نعملها من هون. فاللي رح نعمله الان رح اعمل rearrangement، رح اخذ ال u of t وانقلها هون، فرح يصير عندي x double dot minus u dot of t اللي هتساوي، رح احط الان هون 2.5 u of t plus 1.5 عفوا هاي x of t، فهاي x of t نزلت هون، هاي 1.5 minus 1.5 هاي اجت من هناك x dot of t، وبعدين عندي هاي نفسها بتنزل زي ما هي 2.5 u of t. شوفوا شو راح اعمل، راح اخذ x of t x dot of t minus u of t، راح احطهم مع بعض x dot minus u of t، وهدول كلهم راح احطهم مع بعض واحط عليهم dot، مظبوط هيك؟ غيرت اشي؟ لا. dot اذا دخلت بتصير هاي x double dot، والdot دخلت هون بتصير u. بدي احاول اعمل اعيد ترتيب x dot هون اجمعها مع u of t تعطيني شكل بيشبه هذا، فهاي عندي هون 2.5 x of t minus، هلا عندي هون x dot 1.5 x dot of t، وبدي احط معها plus 1.5 u of t، عشان شكل هاي ايش صار يشبه؟ من وين اخذت ال 1.5؟ باخذها من ال 2.5، شو بضل عندي هون؟ plus u of t، مش هيك مزبوط؟ هاي المعادلة نفس هاي المعادلة، اجمع 1 و 1.5 بتعطيني 2.5، الناقص 1.5 نفسها و 2.5 نفسها، بس شو صار عندي الآن الشكل هذا؟ إذا طلعت الماينس برا أو طلع ناقص 1.5 برا بصير عندي هيك، مظبوط؟ هاي نفسها ناقص 1.5 x dot هيها، وناقص ناقص زائد بتصير 1.5 u of t زائد 1.5 و1 بتعطيني 2.5. هذا الشكل شو بيشبه؟ بيشبه هذا، بس شو الاختلاف؟ dot. إذا شو راح أعمل الآن؟ راح أحط هلا set state variables x of t بتساوي x1 of t و x2 of t بتساوي x1 dot of t minus u of t. ما عملناش إحنا عملنا إشي زي هيك، ما عملنا كل اللي كنا نعملهم مختلفين، بس هاي الطريقة ضرورية حتى أقدر أحطه بالشكل النهائي. فأنا اخترت أنا حر شو بختار state variables، مش كنا قلنا نغير؟ ممكن أغير state variables وبتغير عندي representation. متذكرين لما كنا نحول من observable ل controllable أو من controllable ل diagonal شو اللي كنا نعمله؟ مش كنا نحط P، وP شو كانت تعمل؟
كانت تغير state variables، فstate variables يتغير لأن أحطه بشكل مختلف بس نفس الrepresentation للسيستم. فأنا الآن حطيت هون x1، خلينا أحطها هاي بهذا الشكل، x1 بتساوي x و x2 بتساوي هذا الشكل. فصار عندي الآن المعادلات عندي هون x1 x2 x1 dot عفوا رح أخذ هاي المعادلة اللي هون، فهاي بتصير x1 dot of t. شو بتساوي؟ رح أنقل هاي على الجهة الثانية، بتصير 0 x1 of t زائد x2 of t plus u of t. مظبوط؟ مش نقلت ال u of t للجهة الثانية، ضلت x2 of t على الجهة الثانية وضربت 0 في x1، فهاي المعادلة هي نفس هاي المعادلة. مظبوط؟ نسميها واحد. والمعادلة الثانية وين رح تيجيني؟ محلها إيش رح أحط الآن؟ x2 dot. x2 dot بتساوي 2.5 x1، لأن حطينا إحنا x1 بتساوي x of t 2.5 x1 of t. بعدين عندي minus 1.5، محل هاي راح أحط x2 of t، وآخر إشي زائد u of t. هاي المعادلة الثانية. هاي إيش مقدر أطلع منها؟ A A وكمان B. فA صارت عندي الآن بتساوي 0 1 2.5 minus 1.5. بي شو بتساوي؟ واحد واحد، مش هيك؟ شو الآن بدنا نثبت؟ إحنا شو بدينا بدنا نحاول نثبت من كل هذا الشغل؟ إحنا عارفين إنه في هون zero cancellation، بدنا نشوف هل السيستم هذا controllable ولا لا، full state controllable، مش هيك؟ ولذلك ما سألنا في سي، مظبوط؟ ما طلعنا على سي بالهاي، ما لناش فيها لها. إذا هون بدنا نفحص، هلا بدنا نطلع الكنترولابيلتي ماتريكس. شو بتساوي الكنترولابيلتي ماتريكس؟ ام بدي اطلع طبعا اي بي، مش هيك؟ اي بي شو بتساوي؟ عندي هاي في هاي بتعطيني واحد، وهاي في هاي شو بتعطيني؟ 2.5 ناقص 1.5 بتعطيني واحد. فاي بي بتساوي 1.1. اذا صارت ام بتساوي بي قديش؟ 1.1، وهاي 1.1. قديش الديتيرمنت تبعت هاي؟ 1:1 ناقص 1:1 0. اذا السيستم determinant تبعت M بتساوي 0، إذا not fully state control. والسبب في هاي الحالة هو ال pole zero cancellation. إذا ال pole zero cancellation لو صار عندي، هذا مش السبب الوحيد ليش السيستم مش controllable. آه؟ في أمثلة تانية ليش السيستم بيكون uncontrollable، زي إيش مثلا؟ ايش في مثال لسيستم ممكن يكون مباشرة تطلع عليه وتقول لي مش كنترول بس تطلع على بي، ايش تكون بي؟ كلها زيروز. اذا انا ما بقول هذا السبب الوحيد ليش السيستم مش كنترول، بس احد الاسباب، احد الطرق اللي ممكن اعمل سيستم نوت فول ستيت كنترولبل ولا حتى اوبزرفبل، راح تشوف بعدين، هو انه يكون عندي بول زيرو كانسليشن. من هون هذا نوت فول ستيت كنترولبل، سببه انه كان عندي بول زيرو كانسليشن في الاس بلين.